برمضان كل بيت يستعد ويتجهز بطريقته الخاصة، وفي بيتك ولله الحمد خططنا لعدة مبادرات وأنشطة مجتمعية، خلونا نقول لكم عنها. رمضان شهر القرآن، وهالسنة أطلقنا في بيت التمويل الكويتي النسخة الرابعة من تطبيق القرآن الكريم، إهداء من بيتك لملايين المستخدمين بكل أنحاء العالم. ومن هذا المطبخ يتم تجهيز وجبات الإفطار صائم للمجد الكبير ونقاط مختلفة. وهني نستقبل الوجبات ونتشرف بتوزيعها لأخواننا الصائمين في قاعة بيتك لإفطار الصائم، أكبر قاعة إفطار في الكويت، واللي من خلالها قدمنا 700 وجبة يومية. غير صالة الإفطار، كنا نتنقل بسياراتنا بين أكثر موقع ونوزع وجباتنا على كل الصائمين في كل محافظات الكويت. ومثل ما تعودنا أن تفطر في بيوتنا وبين أهالينا، في ناس فاقدة هالشيء وتسهر على راحتنا، وبدورنا حرصنا أن نكون معاهم في مقر عملهم وفطورهم كان علينا. طبعاً رياضة المشي تعتبر أهم نشاط برمضان، ودائماً شعارنا صحة أفضل لحياة أفضل، واستفدنا هالسنة من اعتدال الجو بتنظيم تحدي المشي للسنة الثالثة في حديقة الشهيد، وكذلك بالأفنيوز بالتعاون مع تطبيق فيثرو بمشاركة 10,000 متسابق. يعني رياضة وفوقها جوائز، تستخدمها داخل التطبيق دعماً للمشاريع الشبابية الكويتية أو المساهمة في حملة بيتك تجاه البيئة Keep it green لتخضير الكويت. حبينا نشجع الأطفال على الصيام وعمل الخير من خلال لوحة الأهداف الرمضانية اللي وفرناها في كل فروعنا وكذلك لزوار وينتر وندرلاند. وللعام العاشر على التوالي نظمنا مسابقة قراء بيتك في المسجد الكبير للأعمار دون 25 سنة لتشجيعهم على تلاوة القرآن الكريم وتعلم أحكامه. وعلشان سهل عليكم أعمال الخير، قدمنا من خلال قنواتنا الإلكترونية وأجهزة السحب الآلي في فروع بيتك خدمة إفطار الصائم وأيضا كذلك زكاة الفطر بالتعاون مع بيت الزكاة. بعد كل هالأيام والليالي اكتمل بدر رمضان ووصلنا لحزة القرقيعان. وزعنا قرقيعان بيتك على الجمهور والأطفال في قصر نايف ومجمع الأفنيوز وينترلاند، إضافة إلى مشاركتنا في فعاليات القرقيعان مع بيت السدو، وما نسينا ذوي الهمم من خلال جمعية أولياء أمور المعاقين وكذلك فروعنا. بعد ما قرقعنا مع اليهال حبينا نكافئ أهاليهم دورة الطبخ مع الشيف فيصل النشمي وبالتعاون مع أوف ذا منيو، وهذه ثاني سنة ننظم مثل هذه الدورات حق عملائنا. خلال الشهر الفضيل شاركنا أخواننا وأخواتنا المصلين في صلاة التراويح والقيام وتقديم الضيافة في المساجد بمختلف المحافظات والمسجد الكبير. ومع ختام الشهر الفضيل حرصنا على توفير العيادي كأول بنك وفرناها في مجمع الأفنيوز وأيضا من خلال جميع فروع بيت التمويل الكويتي، وأيضا وفرنا العيادي من خلال سيارات مو بيتك وفروع بيت التمويل الكويتي الذكية KFH Go. الحمد لله اختتمنا اليوم فعاليات حملة بيت التمويل الكويتي، تواصل بالخير في شهر الخير، وكل عام وانت بخير وعيدكم مبارك.